ازاي بقى المحترفين اللي في مستوى بيج رامي بيحافظوا على حياتهم بالاكل بالشرب بالدوز اللي هو محتاجها من الهرمونز عشان يوصل للمستوى المرعب اللي احنا بنشوفه على المسرح وكل اللي في مستوى ده؟ يعني احنا بنتكلم هنا خلاص اللي هو في 10 15 واحد في العالم هم اللي في التوب ليفل بتاعه، ازاي بيقدر يحافظ على ده؟ يعني بيبقى محسوب ازاي؟ دكاتره بيتدخلوا؟ يعني التيم اللي حوالين حد بحجم بيج رامي ده عامل ازاي؟ هو بيج رامي عامة في أي حاجة ما بياخدش أي حاجة كتير خالص، صفر. يعني هو جيناتيكلي جيفتد، هو موهوب جيناتيا. يعني بيج رامي بيليف إت أور نوت، صدق أو لا تصدق، هو بيحاول ما يكبرش. يعني بيج رامي بيحاول يفضل ناشف ويصغر وسطه فعلا. هو بيج رامي بس لو كل بوم هيكبر. يعني بيج رامي مش بياخد هرمونز؟ مستحيل. يعني لو بياخد فهو بياخد اقل من اي حد دلوقتي في الجيم. يعني من الناس فهو جيناته، هو جيفتد، هو موهوب جيناتيا. يعني لو جت فتره كان بياخد فيها فلو شفت الكميات هتموت من الضحك، يعني حاجات اطفال. يعني يعني كانك بتاخد مالتي فيتامين بتاع الاطفال. والله بالظبط كده. هو جيناتيا موهوب. اصل لما فاز رامي باولمبيا وصارت الضجه، اكيد انت حضرت، وده اولمبيا فيها هرمونز والناس تخيلت ان بيج رامي ده بياخد، بيصحى من النوم ياخد هرمون. صفر. اقل واحد شفته في حياتي يعني. الفتره اللي انا كنت باخد فيها هرمون انا جربت كل حاجه. وانا ما عنديش اي مشكله اقول ده. لانه لو انا عايز ابقى احسن مدرب في العالم يبقى لازم اجرب كل حاجه في العالم. فلا يعني بالذات رامي مش حقيقي. يعني بالذات رامي اقل واحد في الدنيا بياخد اي حاجه، حتى اكل اقل واحد بياكل في الدنيا. يا جماعه بيج رامي بيحاول ما يكبرش، انتوا لازم تفهموا دي. هو مش بيحاول يكبر، هو بيحاول ما يكبرش. يعني التشالنج بتاعته انه ما يكبرش. فدايما على دايت ودايما منشف. يعني حتى لو هو عايز ياكل يخاف، لو كل هيكبر هيستمر في الضخامه. هو عنده جينات ما شاء الله قابله للزياده، سريعه جدا.